تفرج فيه الحمد لله مزيان. اللعب من ناحيه اللعب مزيان عجبوني بعدا في الاول، وخاو شويه كان ضغط شويه الارجنتي في الاول ضاغطين عليهم شويه، ولكن من بعد داروا شي حاجه زوينه فهمتي، بعدا فرحونا باللعب ديالهم. المنتخب السعودي دخل التاريخ اليوم بوجود ميسي. بصح عندك الحق. نظرك علاش ربحت السعودي؟ واش نقول لك، بالي انا داروا الجهد ديالهم، بالجهد ديالهم باش ربحوا هما، يعني تقاتلوا وتجمعوا داكشي حتى حنا اللي خاصنا نديرو غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني السعوديه عطات نموذج للمغرب، يعني عطات نموذج عطاتهم نموذج للمغرب باش ما يكونوا لاعبين مزيانين. شكون كتشوف النجم المقابله؟ واش حيت بزاف الناس يقولوا بان المدرب كان عنده دور كبير. المدرب حتى هو عنده ضروره عنده دور كبير، وبليت اللعابه فاهمين شويه، يعني حاولوا ما امكن باش يديروا شي حاجه زوينه فهمتي. بالنسبه لك شنو كتوقع غدا المغرب بعد هذا؟ ان شاء الله الرحمن الرحيم نتوقعوا لهم شي حاجه مزيانه، هادشي اللي كنتوقعوا لهم. كان توقع لهم ان شاء الله شي صار، خصهم يديروها النفس ويتعاونوا وما يكون الا الخير ان شاء الله الرحمن الرحيم. يدخلوا مجموعه وحده ويلعبوا على النفس. الا دخلوا كما قلت لك على مجموعه وحاولوا المدرب ما امكن يجمعوا ما بيناتهم، وراه غيكون ديك الساعه الا الخير. وكنتمنوا لهم النجاح ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله مزيان البحاث مخير والدراري يلعبوا مزيان. عمر الجمهور. مزيان تبارك الله عليهم. يعني واخا ميسي كاين؟ واخا ميسي كاين. الدراري مزيانين، الدراري عوالين مزيانين. واش كتشوف ان هيرفي رونار اللي كان مدرب المغرب عنده دور كبير في هذا السيزون؟ سميه هو راه مدرب، المدرب مزيان هو راه مدرب. شنو كتوقع من الماتش المغرب؟ اربحوا بلا شك ان شاء الله. يعني ان شاء الله ربحوا بلا شك. لا السعودية فايلات، ربحوا بلا شك ان شاء الله. ان شاء الله ديما نابحين، ان شاء الله ديما مغرب. ديما مغرب، ديما مغاربة. ديما ديما مغرب اخاي، ديما مغرب اخاي، المغرب. السلام عليك، عاش الملك. الماتش كان في مستوى وليكيب تبارك الله انترناسيونال، والسعوديه حققت واحد المستحق اللي ما عمره كان تبارك الله في 2022، وتنتمناو ان شاء الله ادوما ان شاء الله المنتخب راه جاهز حتى هي، لان المنتخب ديالنا تبارك الله راه جاهز، عند ليكيب انترناسيونال تبارك الله، منهم بوفال، منهم تبارك الله ليكيب راه كاينه تبارك الله، وتنتمناو والله ان شاء الله نربحوا ان شاء الله ونحققوا هذا الانجاز اللي يكون في مستوى ان شاء الله يبقى تاريخ في البصمه ديال المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله باذن الله. السعوديه ايكيب ايكيب اللي تقاتلات ولعبت بواحد روح قتاليه تبارك الله في مستوى، وتنتمناو والله حنا عندنا الهدف، حنا الدول العربيه تربح ايسونسيال، الدول العربيه تربح، لان الانجاز يكون ان شاء الله يكون في المستوى ان شاء الله. الحمد لله. بالنسبه لايرفي رونار اللي كان مدرب، ايرفي رونار ماشي ايرفي رونار بصفه عامه، ليكيب كاينه، ماشي كيسيو المدرب، ماشي شحال من واحد غلط في المدرب، ليكيب كاينه جاهزه تبارك الله، لعبات وحققت واحد الانجاز اللي ما عمره كان في التاريخ، وتنتمناو ان شاء الله غدا ان شاء الله جيسكا عدومه نربحوا حتى حنا المنتخب المغربي ان شاء الله باذن الله. رسالتي للمغرب، اي مواطن مغربي غدا يشجع المنتخب المغربي ويكون حاضر جاهز ان شاء الله باذن الله تعالى. الحمد لله في المغرب، والمغرب مزيان، وهذا الماتش واعر، والله يخلي المغرب، وعاش جلاله الملك محمد السادس ومولاي الحسن ومولاي الشيط، الناس ديال السلا والناس ديال مراكش والناس ديال القنيطره، تحيه اخ النوش وتحيه الحموشي وتحيه لمحمد السادس. نعم. الحمد لله الحمد لله. نعم الحمد لله. غيكون الفان المغرب. الحمد لله المغرب مازال غيزيد القدام. الحمد لله وديما المغرب وديما المغرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.